يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.